الزائد ريل شحن ترك لفترة طويلة بسبب أن مالك الدريل بحث في الأسواق ولم يجد بطاريات بديلة. أعزائي سوف نعيد تشغيل هذه البطاريات من جديد. أعزائي معلومات هذه البطارية 18 فولت 1.3 أمبير ساعة. انظر عزيزي إلى كمية الأكسدة بسبب أنها تركت معرضة للأمطار وقد تسربت الرطوبة إلى الداخل. هذا كارت البي ام اس قد أتلف بسبب أن كمية الأكسدة أتت على الأجزاء الإلكترونية الصغيرة فيه. أعزائي وكذلك هذا الكارت البي ام اس قد أتلف أيضا بسبب الرطوبة وما أدت إليه من تأكسد للأجزاء الإلكترونية. أعزائي بسبب أني لم أجد في الأسواق هكذا كارت سوف أستغني عنه مع شرح مهامه وكيف أوفرها أو كيف أبتعد عن الأضرار التي نتجت عن ترك هذا الكارت. أعزائي من أحد واجبات كارت البي ام اس أنه يقوم بمراقبة الشحن على التوازي رغم أن الشحن أصلا على التوالي، والشحن على التوالي سوف يبقى بلا تغيير أجزائي لأن هذه الشاحنة وقد صنعتها الشركة المصنعة لهذا الدريل تغذي الشحن أصلا على التوالي وفيها نظام اكتفاء شحن. سوف يعمل مصباح أخضر هنا عند اكتفاء الشحن. أما مراقبة الشحن على التوازي لا أستطيع توفيرها كهربائيا، ولكن يمكن معرفة ما إذا كان هناك بطارية عاطلة ولا تشحن بسهولة، وذلك بأننا نلاحظ هبوط الشحن بسرعة أثناء العمل بدريل الشحن رغم أنه قد شحن مسبقا، وكذلك معرفة ما إذا كانت البطارية عاطلة من المصباح الأخضر لاكتفاء الشحن يضيء بسرعة رغم أن البطاريات لا تعطينا وقت للعمل. لذلك عندها يجب فحص جميع البطاريات واستبدال العاطل منها. النقطة الأخرى إنه من واجبات كارت البي ام اس إنه إذا انخفض التيار في مجموع البطاريات فإنه سوف يقوم بإيقاف عمل الدريل، ولن نستطيع التعويض عن هذه المهمة من مهام البي ام اس إلا بطريقة واحدة، إنه بعد العمل لفترة سوف نلاحظ انخفاض السعة من خلال ملاحظة سرعة الدريل وقوة الفتح والغلق للبراغي أو القوة أثناء التثقيب، فيجب أن نتوقف ولا نستمر نتوقف لنشحن البطارية. فهذه واجبات كرت البي ام اس وهذه الطرق الوحيدة للتعويض عن واجباته يا أعزائي. لنبدأ بالعمل أعزائي، انظروا إلى كمية الأكسدة والناتجة من كمية الرطوبة نتيجة الأمطار الساقطة على هذه البطارية. هنا الربط توالي وهو واضح جدا أمامكم، كل البطاريات الموجب على السالب والمعلومات المكتوبة على البطارية 1.3 أمبير ساعة. ولنبدأ بفحص البطاريات ومعرفة التالف منها واستبداله. هذه البطاريات جميعا تالفة أعزائي، وتم تسريع الفيديو بحيث لن تفقدوا الانتباه للفولتوميتر. وكذلك انظر إلى كمية الأكسدة على هذه البطارية، والأكسدة إذا أصابت كارت البي ام اس فسوف تتلفها، وعند الفحص تبين أن جميع هذه البطاريات بحالة جيدة وأن الكارت فقط هو من توقف عن العمل. أعزائي سوف نلغي عمل هذا الكارت. أعزائي سوف أبقي على توصيلات الموجب والسالب فقط، أما بقية التوصيلات فهي لمراقبة الشحن أقوم بقطعها. أبقي على الموجب والسالب فقط.
أعزائي، أما هذا الكرت سوف نستعمل هذه التوصيلة وهذه التوصيلة، أما بقية الأجزاء الإلكترونية لن أحتاج إليها، سوف أقوم بتنظيفها من هذه الأجزاء الإلكترونية الدقيقة وأبقي على هذه التوصيلات فقط. بعد التنظيف أجزائي هذا الموجب سابقا وهو موصول مباشرة، أما السالب أحتاج أن أصله إلى هنا بسلك أجزائي. وبقي لدي توصيلة الشحن، السالب موصول مع السالب مباشرة، أما الموجب فيجب أن يوصل بسلك إلى الموجب هنا أو هنا، لا فرق أجزائي. عزيزي انتبه هنا، هذا الموجب وهذا السالب، بعد وضع القاعدة يجب أن يوصل هكذا، هذا القطب الموجب يوصل هنا وهذا القطب السالب يوصل هنا، وتكتمل عملية التحوير. مصباح هذا الشاحن يتحول للون الأخضر عند اكتفاء الشحن، وأنا لم أصل تغذية الكهرباء بعد، سوف أصل تغذية الكهرباء، وعندما يتحول المصباح إلى اللون الأخضر سوف يكتمل الشحن أعزائي. أما البطارية الأخرى سوف أقوم باستبدال جميع هذه البطاريات القديمة بهذه البطاريات، سعتها 2 أمبير ساعة، أما القديمة فسعتها 1.3 أمبير ساعة، أي إنها أفضل بكثير. والأمر سهل أن نربط توالي، هذا الموجب وهذا سالب مع الموجب وهذا السالب مع الموجب، وهكذا أجزائي إلى أن تخرج بالنتيجة بموجب وسالب. لمن أراد أن يقوم باللحام بواسطة كاوية وسولدر اللحام لدي بعض النصائح، الموجب معدن يقبل اللحام ولا يحتاج إلى خربشة، أما السالب فيحتاج إلى القليل من الخربشة، فقط السالب من كل البطاريات أعزائي. بعد تركيب البطاريات الواحدة عكس الأخرى من ناحية الأقطاب، نأتي بهذا الغطاء ونضع البطاريات بداخله، ثم نقوم بلفها بشريط لاصق ولو مؤقتا. انظر عزيزي، سالب موجب سالب موجب. عزيزي نترك هذا الموجب ونصل السالب بالموجب، ثم نصل السالب بالموجب وهكذا، وتكون النتيجة أن نحصل على سالب وموجب. سوف أقوم باللحام أمامكم، واللحام أمر سهل جدا، بأن نأتي بسلك عادي ونأخذ منه سلك أو سلكين. الآن أعزائي الموجب السالب مع الموجب السالب مع الموجب وهكذا، وخرج سالب، أي إنه موجب وسالب. بقي لدي أن أنظف هذا الكارت وأجمع المكونات كما فعلت في البطارية السابقة، وتكون لدي بطاريتان. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.